ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. في مثل هذا اليوم من كل عام يتجدد النقاش حول مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهو عيد أم ذكرى؟ رسميا توقف التدريس لمدة أسبوع، وهنأ الرئيس الموريتانيين بالذكرى ودعا لاستخلاص العبر من سيرته العطرة. بأسواق العاصمة لا تخفى مظاهر الاحتفال بالمناسبة. عيد المولود رانا محتفلين به كاملين، هو عيد الرسول صلى الله عليه وسلم، يلا الجميع قاع المسلمين كاملين يحتفلوا به وذا الشيء. وبالنسبه للاسعار هون الاسعار لاباس بها، في اسعار طالعه وفي اسعار مولي قاضه ولاباس. اليوم في السوق فيه الحركه ما شاء الله، وفيه معيدين العيد ما شاء الله، السوق اليوم لان من الناس ومعيدين بعيد المولود، وبارك علينا وعليكم ان شاء الله. وككل المناسبات تجري الحديث دائما عن العرض والطلب، ويرى أصحاب المحلات أن الإقبال وإن زاد عن الأيام الطبيعية إلا أنه لم يرتقي لما تشهده الأسواق في مناسبات أخرى. ذي العيد ضرك ما هو كيف الأعياد الماضية، ما الله ذي العيد عادي حركته، والسوق الناس لما يجيتوا حتى لا عادي مزال، ما نعرف كان عبارة عن قلت الفضاء ولا كان عبارة عن مهم ذي العيد بعد لا عادي، والبضاعة تبارك الله جات ياسر وزينة كاملة إن شاء الله، يا غير لا عادي الناس ما يقابل عليه حتى وتوف. معناها الناس ما نعرف الله تعالى اعلم في ايش معيد بعد، في الناس اللي جات هون وعيدت غير بعد عادي، ما هي بالنسبه للاعياد الماضيه فقط. 12 ربيع الأول ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى لها خصوصيات في وجدان الشعب الموريتاني، حيث تنظم السهرات المديحيه والندوات الشعريه احتفاء بها.